السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج دريم بلان هو ممكن تلاقي أصغر برنامج بيم لأنه مساحته 4 ميجا تقريبا. طيب دلوقتي أنا أقول له وول وهبدأ أرسم الول بتاعتي، وعايزين نشوف إزاي نقدر نعدل في الول بعد ما رسمناها اهوت مثلا بالشكل دوت. طيب دلوقتي بقى عايز تعدل في حدود الول، خلينا نرسم حاجة تانية مثلا من هنا لهنا، ونحط مثلا ويندوز اهو، تختار الويندوز اللي انت عايزها، ونختار باب مثلا. طيب ممكن تيجي هنا تختار الايد ديت، وبعد كده تبدا تختار مثلا وول وتبدا تحرك الول دي زي ما انت عايز بشكل دوت. ممكن تختار مثلا الول دي وتبدا تحركها كده مثلا، ممكن تختار مثلا الباب ده تقدر تحركه بالشكل دوت، تقدر تحرك الشباك بالشكل دوت، تقدر تقول له انا عايز ابني مثلا في الدور اللي فوق، فتختار الدور الثاني وتقول له وول، وتبدا بقى ترسم. انت بترسم كده في الدور اللي فوق اهو، بالشكل دوت. وتقدر تيجي هنا تقول له بنت، وتبدا تختار بقى الوول ستايل مثلا اهو، تقدر تختار مثلا حاجه بالشكل دوت. اوكي وتبدا اهوت، تقدر تدخل تكتشر جديد وتبدا تختار يعمل لك الحيطه بالشكل دوت. ممكن تختار مثلا حاجه مختلفه تقدر تختار الماتيريال اللي انت عايزها، الجراوند اهو، نبدا تركز على شغل في الجراوند.